السلام عليكم خوتي، تحياتي كل أبناء وطني الغالي من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، بلا ما ننسى خوتنا اللي في الغربة. قبل ما نتكلم على موضوع اليوم، حبيت نرجع على الإقصاء نصر حسين داي، اللي كان نوعا ما متوقع نظرا إلى اللاعب المحلي ضعيف في القارة السمراء، اللاعب المحلي لا ضعيف في أدغال إفريقيا، اللاعب المحلي ما يقدرش يتفاوض مع اللاعبين الأفارقة، ضعيف جدا في الادغال الافريقيه، مهما يكون النادي اللي تلعب ضده، لا يكون حتى لا نادي ضعيف، ضعيف جدا، اقصى حد يرجع بالتعادل، اقصى تقدير يرجع بالتعادل، هذا هو تكوين اللاعب المحلي واسطوانه اللاعب المحلي. اذا اقصاء، نتمنى انه يحفظ الدرس لحسين داي وباقي كافه الانديات الجزائريه في بطوله الكوكايين. ان شاء الله المنافسة الإفريقية القادمة، إذا تأهل ولا إذا احتلوا مرتبة أهلهم إلى منافسة الإفريقية، أنهم يحفظوا الدرس والنتائج. إذا حبيت تتأهل لازمك تربح في أدغال إفريقيا، هذه قاعدة يعرفها العام الخاص. موضوع اليوم خوتي على مواهب الشباب في بطولة الكوكايين. كما تعرفوا خوتي باللي بطولة الكوكايين لا تنتج لاعبين، لكن لاعبين اللي تنتجهم ما تنتجش اصلا، اللاعبين اللي راهم يسوقوا فيهم هما لاعبين لاماسيا، العام والخاص لما يسمع ويشوف القنوات الجزائريه يعرف الا لاعبين لاماسيا، يعني ما كان ولا لاعب في بطوله الكوكايين من اللاعبين الشباب، مام حتى كي يقولوا لنا بلي كاين حبيبات، منين الحبيبات تلقاهم يا لي اسما يا لاماسيا، يعني الاحتمال الكبير لاماسيا ودرجه اقل لي اسما. لكن كاين ثورة، كاين سطيف، كاين جمعية وهران، كاين مودي وهران، كاين نوادي، بصح ما يتكلموش عليهم لسبب يعرفوا قلنا العام والخاص، لأنهم هذا من النوادي ما عندهمش اللي يحميهم، ما عندهمش اللي يتكلم عليهم، لأنه لاماسيا هي رئيسها، هو رئيس الاتحادية، يعني لازم يتكلموا عليها ويشيتوا لها. كاين لاعبين في بطولة الكوكايين سوف يتم استدعائهم ولا تم استدعائهم الى الدوري الفرنسي لاجراء التجارب، وكاين لاعب اللي مصرين عليه هذا النادي باش يتعاقد معاه في الصيف، نفس النادي، يعني في اللاعبين هذا نفس النادي، هو نادي اميون في الدوري الدرجه الاولى الفرنسيه. اللاعبين هما اسحاق بوصوف واللاعب عبد الرحيم دغمام، ولا دغموم، عبد الرحيم دغموم، عبد الرحيم دغموم وسط ميدان هجومي، واللاعب اسحاق بوصوف، اللاعب اللي يعرفوه اللي شافوه الجزائريين كامل في اليوتيوب وشافوا في فيديوهات نتاعو، لاعب فنان، لاعب عنده لمسه. هذو اللاعبين ما عندهمش واسطه وما تكلموش عليهم قنوات العار وقنوات الكاسكرو ومحللي البلاطوهات والمقاهي الميته كما يقول المدرب الفاضل نبيز، ما حبوش يتكلموا عليهم ويتعمدوا ما يتكلموش عليهم. هذو اللاعبين ما في اوروبا عيطت لهم ولا النوادي الاوروبيه عيطت لهم بدون ما يلعبوا في المنتخب الوطني. هنا امر اصبح واضح. اذا زاتشي كي كان يضرب، كي قلت نقول لكم انا باللي زاتشي مشروع نتاعو يطلع لي جوال نتاعو في ليكيب ناسيونال، علاش؟ باش تزيد السومه نتاعهم وباش يتباعوا، الا ما تباعوش في اوروبا يتباعوا في بطوله الكرتون، في بطوله الكوكايين والغبره. باش يكون كي كنت نقول انا، كانت الناس تهاجم فيا تقول لي انت عندك عقده من زاتشي وتكره زاتشي وزاتشي خدام وزاتشي كذا. هام زوز مثالين، يعني عطيتك زوز لاعبين ما لعبوش في ليكيب ناسيونال، ما وما تكتبتش عليهم الصحافة في الكاسكرو، وما هضروش عليهم محللين بلاطوهات، وما نفخوهمش، وما همش يلعبوا في لاماسيا. هاي الادهى والامر، ان هذم اللاعبين لاعبين وفاق سطيف ما يلعبوش في لاماسيا، ورغم هذا الشيء رايحين حابين يجيبوهم اوروبا، عفوا النوادي الاوروبيه حابه تشريهم. من بين هذوما نادي اميون اللي رايحين له في الميركاتو هذا الصيفي، رايحين في الصيف يديروا تجارب ومن بعدها يشوفوا كيفاش يديروا له كونترا وعقد. لاعب عنده 17 سنه اسحاق بوصوف، واللاعب الاخر عنده 19 ولا 20 سنه، في حوالي 19 سنه. هنا تفهم بوكو تشوز باللي يعني مش بشرط انك تلعب في منتخب زاتشي باش يعيطوا لك الانديه الاوروبيه. لعبتوا لاعبين تاعكم بالقوه، مام حتى اشيو قالها بالقوه، تعبوا فيهم وتلصقوا فيهم بالسكوتش
والبلاطو اصحابكم تاع البلاطوات والصحافيين تاوعكم ويضربوا هذا لازم يلعب لازم يلعب. انا نشوف النيميرو ديالو اخر قال لهم يلعب تاع بارادو. انا اليوم شفت لاعب اللي عيطوا بالماضي لوسيف اسمه لوسيف شفت فيديو تاعو انا خلعت بنت لي رام كارفاخال لعب تري 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 موين دوزيام على الروس اللي جابو ماجر دوزيام على الروس اللي جابو ماجر انا خلعت بنت لينا هذا اللي جابو كونفوكا والصحافه تكلمت عليه بنت لي راهو لاعب جران يعرف يطاكلي يكسر يضرب لي جوار ويحاولوا لي بالون ما كانش فان دار ولا دريبل دار لاعب عادي عادي وزيد وين في البطوله الكرتونيه في بطوله الكوكايين تقارن انت واحد كيما زافان اللي يلعب في بطوله الفرنسيه بواحد يلعب في بطوله كرتونيه ومستواه بعيد. انا اليوم اقتنعت باللي زافان هارب عليه بزاف. انا لما شفت انا هذا اللاعب ونشوف زافان في البطوله الفرنسيه هارب عليه مراحل سنوات ضوئيه. هنا علامات الاستفهام. زدتش ما تسوقش اللاعبين تاعك في المنتخب الوطني يا اخي. اللاعبين تاعك حاول كيفاش تصرفها ما تبيعهم مش على اساس انك تجيبهم من المنتخب الوطني باش يكونوا انترناسيونال وبعد تزيد السومه تاعهم. ها مثال بسيط وحيد مثال بسيط وحيد لاعبين يلعبوا لاعبين يلعبوا في الرديف نتاع الصيف شافوهم اوروبيين اعجبوا بهم جابوهم. اللاعبين تاعك لعبوا في ليكيب ناسيونال يلعبوا في ليكيب ناسيونال كامل روحوا ابداوها من الاو 15 حتى للاي 23 حتى الى المنتخب الاول من الاي 15 حتى المنتخبات كامل اي 15 اي 17 اي 19 الاي 20 الاي 21 ولا الاي 23 اقل شيء تلقى 6 7 لاعبين تاع بارادو اقل شيء 6 6 اقل حاجه تلقى 6 تاع بارادو. بصح اوروبا ما حبش تشري لاعب مدربين تاع اوروبا والنوادي الاوروبيه ما حبش تشري علاه يا اخي تقولوا لنا عندنا لاماسيا ولاماسيا وكاين واحد الصحافي ما كنا نذكروه اليوم قال لهم باللي بارادو احسن نادي في الجزائر وفي افريقيا ان شاء الله نشوفوه. كان انا ماذا بيا نشوف بارادو في لافريك نتمنى انه بارادو يلعب ولو على الاقل يلعب الكاف نتمنى انه بارادو يلعب الكاف كون ما يتبهدلوش باللي هي في لافريك نحبس انا اليوتيوب نحبسه. خطر على بالي ان المستوى تاعهم ضعيف بطوله هذه ما تحكمش عليها بطوله اللي يحكم لك اونتر ايغال اربيتراج يحكم لك في ايكيب واحد خمس ماتشات متتاليه وما كان لا حاسب لا رقيب والحكم هذا عادي ويخلص ويصفر وعادي ويخلصوا عادي خمس ماتشات ورا بعضها لنادي واحد وتعرفوا النادي هذا مش معقول بلا كوكايين بلا الشيشه بلا اتهامات للرؤساء الفرق اتهامات حتى زد شي داخل في الحساب ترتيب المقابلات ومن بعدها يقول لك لاماسيا لاعبين كبار وين اللاعبين كبار هز اللاعبين كبار وديهم لاوروبا كما يتبهدلوش ما تديهمش اوروبا ديهم غير لافريك يتفضحوا يبان النيفو الحقيقي ما كانش خاوتي. انا قلنا لكم هذا مزوز لاعبين شباب لاعبين فريق وفاق ستيف الرديفه ما لعبوش حتى في الافليكيب قال لعبوا في الشامبيون البطوله العربيه ولا لعبوا في الكاس افريقيا الكاف ولا الشامبيونز ليغ بانوا اشتروهم لي زوروبيان ما كانش خلاص يلعبوا في فريق الرديف بصح باين اللي لاعب طالون طالون اللي عنده امكانيات عنده سيرتو اسحاق بوصوف انا بالنسبه ليا كي تتفرج تتمتع فنان هذا من اللاعبين انا رايي وما نبدلوش كون واش يكون ما يبقاوش في بطولة الكوكايين لازمهم يروحوا لأوروبا العب في فرنسا معليش مع أميون بشوية ممكن زدبان زد شريك أندية أخرى إيطاليا ولا إسبانيا ولا دوري ألماني ولا الإنجليزي بصح باش لازم اللاعب تاعك وتفرضوه في ليكيب ناسيون يلعب في القوة بيلعب بالقوة باش يتباع هذه الحمد لله اليوم الوقت بين باللي مش شرط أنك تلعب في منتخبات تاع زاتشي باش يعيطوا لك الأوروبيين ولا الأندية الأوروبية قادر تكون موهبة وعيطوا لك الأوروبيين. الآن هذه صفعة لمحللين بلاطوهات بن شيخ كنت تقول باللي على الجوار تاع لاماسيا يحترفوا في أوروبا هام هذو من اللاعبين تاع سطيف ما يلعبوش في المنتخبات الوطنية وزدش نحاهم من لاليست وانتم ما حبيتوش تكلموا عليهم لأن ما همش رئيس نتاعهم زدش وما همش خريجين بارادو لما همش خريجين بارادو رايحين أوروبا وخريجين لاماسيا واللي رئيس نتاعهم رئيس الاتحاديه زتشي هم قاعدين لك في الجزائر ابقى وانفخوا
وضربوا الشيتا وكبروهم وانفخوهم. بصح الى متى راكم ضريتوهم؟ ما كمش نفعتوهم، ضريتوهم. لو تخرجوهم في الافريق جماعتكم يتفضحوا ويبان المستوى نتاعهم، ويبانوا مستوى جماعه زاتشي ولماسيه تاع زاتشي. لاعبين هذوما صفعه للاتحاديه، وصفعه لمحللين بلاطوات، وصفعه لزاتشي ومن معه، صفعه كبيره. هذا نعاود ونقول انك تلعود لاعب في منتخب الوطني مش بالضروره يعيطولك في اوروبا. لاعبين نادي الرديف ليوفا قسطيف اوروبا تتهافت عليهم، اما لاعبين تاع لاماسيا اللي بالقوه يبوسوا فيهم في ليكيبات ناسيونال من U15 حتى للسينيور، واحد ما حوس عليهم ولا حديث قياس. هنا الاوروبيين انا تبان لي ما يغلطوش، ما يغلطوش وما يجاملوش، اوروبيين ما يجاملوش. ابقوا انتم انفخوا في الجوار تاع لاماسيا نتاعكم ودخلوا اموال بالنفخان، ولي جوار تاع البطوله ولا لي جوار الشباب هذو ما يطلعين يحترفوا في اوروبا، وابقوا انتم ارحيوا. في الاخير خوتي ملاقاتنا مع مزيد من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.